دوغان 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 انا شوي وراجع. هي على التليفون سيد جوكشي. سيادة العميد؟ سيد جوكشي، سمعت أنك بالضيعة هلأ. اليوم الصبح اجيت مشان عرس قريبي. وحتى العرس صاير بساحة الضيعة. سيادة العميد، عم يخبروني أنه صاير مشكلة. سيد جوكشي اسمعني منيح، اليوم استلمنا تقرير بيقول أنه في هجمة قريبة على الضيعة من الإرهابيين، فبدي أعرف منك يا ترى في شي مو طبيعي لفت نظرك بالضيعة؟ لا أبداً. هلأ بشوف الوضع فوراً، حتى فيني أبعت كم شاب يشوفوا كمان. خبوا بسرعة، خبوا بسرعة، اكتبوا على حالكم بسرعة، تخبوا بسرعة، يلا سيد جوكشي، سيد جوكشي، سيادة العميد نحن تحت رصاص هلأ، نحن تحت رصاص مثل المطر. ألو ألو سيادة العميد، سيد جوكشي عم تسمعني أنت؟ سيد جوكشي ما في خطوط، قطعوا خطوط الاتصال بسرعة. تعمعي سيد جوكشي، لك الله يلعنهم ما في إشارة، خليك عم تحاول تتواصل معهم فورا. حاضر سيد العميد. غطوهم منيح أخي حسان، تخبى تخبوا ورا الحيط، يلا غطوا حالكم. صالح تقوص. إدينيز لوين؟ دوغان معناك شايف صالح انصاب؟ الرصاص شغال، بترجاكي لا تروحي. أنا ممرضة، هاد شغلي دوغان. اسمعني، روح وخبي الباقيين. إدينيز اتركني. انتبهي عمي علي، تخبى بسرعة. صالح 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 صالح، الياس تعال هون، خذ العلم، اصحى كيو اعملناك، بس يخلص القواس رح ترفعه لاعلى مكان، تمام؟ اعلى نقطة، عم تفهم؟ ماشي اختي دينيز. صالح رح تكون منيح. سكر منيح عليه، بغاض على الجرح، بغاض. دوغان طمني انت بخير؟ نحن بخير. إدينيز وينها؟ إدينيز راحت لتفقد جرحى عمي. من أي طرف عم يأوصوا؟ عم يأوصوا من هديك الجهة عمي. صرنا منستاهل الدفعة الأولى. إمتى بده يوصل خبر؟ من وين؟ لا تلعب معي بالمرة، اللي تعرف إنه عم بقصد إخواتي. اصبري شوي تارا، اصبري، أنا هلا ناطر يجيني تليفون تاني. هذا هو. مرحبا لي. أهلين بالغالي أبو الهاشم. شو أخبارك؟ أكيد رح كون أحسن بعد ما تكمل لي حسابي. يعني أنت شعلت فتيل النار. ليش عندك شك؟ قلبت المكان لجحيم بعشرين دقيقة، وهلأ صار دورك. ماشي فورا.
استنى علي بس شوي. مثل ما اتفقنا، 200,000 دولار بحسابك صار. الشغل معك بفرحني دائما. ليك، وأول ما تمحي فرقة الدعم، الدفعة الثانية حتصير بحسابك كمان، فلا تأكل هم. هاي سهلة، مجرد ما يوصلوا لعندي ما رح ينفدوا من إيدي. رح يجوا، رح يجوا يا صاحبي. كركوك وسكان الضيعة وخصوصي ضيعة تاشلي تيبي، يعني أكيد رح يجوا لعندك، وأنت بتعرف هالشي. تركمان نقطة ضعفهم، أكيد رح يجوا لعندك. ماشي ممتاز، تمام، نحكي بعدين. ناطر خبر منك. ايه؟ كيف فيك تكون واثق انه هالفرقة رح تجي عالضيعة؟ يعني جيش الأتراك عنده آلاف الوحدات، وفيهن يبعثوا وحدة تانية لهنيك. تارا، أنت بتعرفي وين كان النقيب وعناصره آخر مرة، مو هيك؟ صح، كيف بدك تعرفي؟ سؤالي غبي مزبوط؟ النقيب ورجاله أخذوا بهرام سابوه، وهذا الشيء صار مبارح الصبح، وهلأ هنن بشمال العراق، وهنن الأقرب للقرية اللي هاجمها أبو الهاشم. شو بيعمل الضابط الشاطر؟ بيبعت أقرب فريق للقرية مشان الدعم. الموضوع كتير سهل وبسيط، بس في شغلة أنا ما عم أفهمها. كيف بيقدر رجال مثل بهرام سابو يتخبى بكر الجرادين لحتى لقوه بسهولة؟ هذا الشي رح يجنني ويطير لي عقلي. إيه والله، بصراحة كلياتنا منعرف إنه بهرام سابو كان أسطورة بالتخفي. عن جد ما حدا معصوم عن الغلط، ولا حتى هذا بهرام. عن جد بالله، بلكي الجيش التركي عنده مخبرين شاطرين كتير. تعرفي إنه نلاقوا بهرام وكأنه قاعد بيناتهم؟ وأنا شو بدي بهالحكي؟ ما بيهمني شو بتعمل الفرقة، أنا بدي إخواتي وبس. هالانتظار بلش يخليني عصبها. صبري شوي، صبري شوي. نحن اتنين رح توصلنا أخبار حلوة. ها؟ ومن اليوم ورايح ما رح تحكي مع أخواتك من هذا الخط أبداً، رح تحكي معهم بس عن طريقي يا ست تارا، فهمتي؟ اتفقنا؟ يعني ما رح تحتاجي هالتليفون هذا أبداً. ليه هذا التليفون؟ بس أنتي ما رح تحتاجي، بما أنه ما عندك حدا تحكي معه غير أخواتك، مو هيك؟ هنن يلي بيهموكي وبس. جيب لي شي يشربه، مو شايف نشفان ريقي؟